تم حرق بعض الطائرات. الآن موجود على سطح. شهدت العاصمة السودانية اليوم انقلابات ومعارك طاحنة بين كل من الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح برهان ضد قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. سنتعرف على كل من القائد النعتات كل من الفصيلين بالتقرير التالي. فتاح البرهان عبد الرحمن مواليد 11 يوليو 1960 في قرية قند التوب ولاية نهر النيل شمال السودان، سياسي وعسكري سوداني يرأس حاليا المجلس السيادي السوداني، وهو أعلى منصب سياسي في السودان ما بعد نجاح الثورة السودانية، وهو المنصب الذي قام مقام رئاسة الدولة ضمن فترة انتقالية جرى الاتفاق عليها بين الأطراف السياسية السودانية. قبل تولي هذا المنصب في أغسطس 2019 كان البرهان رئيساً فعلياً لدولة السودان بصفته رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي خلفاً لوزير الدفاع أحمد عوض بن عوف الرئيس السابق للمجلس الذي استقال من منصبه في 3 أبريل 2019 إلا أن ولاية البرهان على المجلس انتهت بحلة عن تشكيل المجلس السيادي السوداني في 21 أغسطس 2019. على الصعيد العسكري تجلد البرهان مناصب عدة منها المفتش العام للقوات المسلحة السودانية وهو القائد السابق للقوات البرية للجيش السوداني. تتكون القوات المسلحة السودانية من 6 قيادات إقليمية هي القيادة المركزية في الخرطوم، القيادة الشرقية في القذار وفي القيادة الغربية في الفاشر، القيادة الوسطى في الأبيض، القيادة الشمالية في شند، القيادة الجنوبية وكانت في جوبا قبل انفصال الجنوب في عام 2011 ميلادي. يملك أكثر من 1500 مدفعية ثقيلة مختلفة وإما سلاح الجو، فيمتلك سرب من طائرات مويج 2-9 وقاذفات A5 وسخوي 25 ومويج 2-1 وطائرات التدريب K8-9 وطائرات F5 وأكثر من 100 طائرة هيليكوبتر معظمها من نوع 2-4-3-5-9 الصينية وطائرات سوخوي 3-5 الروسية. محمد حمدان دقلو يلقب بحميدتي من مواليد 1975 في قبيلة الرزيقات، هو عسكري سوداني، هو قائد قوات الدعم السريع في السودان. برز اسمه خلال الاحتجاجات السودانية التي اندلعت في 19 ديسمبر كانون الأول من عام 2018 والتي أسقطت الرئيس عمر البشير الذي ظل يحكم البلاد لما يزيد عن 3 عقود. ولد محمد حمدان عام 1975 من قبيلة الرزيقات وترعرع هناك. انقطع عن الدراسة في سن 15 بعدما توجه لممارسة تجارة الإبل والقماش وحماية القوافل. عرف عن في طفولته قيادة لمجموعة صغيرة من الشباب التي كانت تعمل على تأمين القوافل وردع قطاع الطرق والصوص. خلال تلك الفترة كان محمد دائم التنقل بين تشاد وليبيا ومصر تارة لبيع الإبل وتارة أخرى لحماية القوافل، فنجح في جمع ثروة كبيرة مكنته في وقت لاحق من تأسيس ميليشيا مسلحة زادت شهرتها خاصة بعدما لفتت انتباه صناع القرار في السودان في ظل سعي الحكومة إلى ضم القبائل لتحالفها مع الجنجويد لمواجهة التمرد في دارفور. برز حينما شكلت الحكومة في الخرطوم قوات شعبية من القبائل الموالية فعينت حميدتي قائدا لها. لم تكن القوات نظامية في بداية الأمر وكان يغلب عليها الطابع القبلي، لكنها تطورت شيئا فشيئا حتى تمت هيكلتها وصارت قوات قومية، ثم غير اسمها فيما بعد إلى قوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع هي ميليشيا شبه عسكرية مشكلة ومكونة من ميليشيات الجنجويد التي كانت تقاتل نيابة عن الحكومة السودانية خلال الحرب في دارفور. تتم إدارة قوات الدعم السريع من قبل جهاز المخابرات والأمن الوطني، وهذا الأخير يتبع تحت قيادة القوات المسلحة السودانية.
تأتمر قوات الدعم السريع بأمر محمد حمدان دجلة والمعروف أيضا باسم حميد الذي برز بعد سقوط نظام البشير وصار في وقت لاحق النائب رئيس المجلس العسكري الذي ينوي قيادة البلاد في الفترة الانتقالية.